وللحديث عن الحملة الجديدة التي نفذتها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في ناحية الصقلاوية، معنا من الأنبار المنسق العام للمنظمة الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، بداية السلام عليكم، هل حدثتنا بشكل أكثر تفصيلا عن الحملة التي قمتم بها في ناحية الصقلاوية؟ عليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة هي كانت عبارة عن حملتين نظمتها المنظمة في هذا اليوم. الأولى كانت في ناحية الصقلاوية، نعم، حيث تم توزيع 250 سلة غذائية على العائلات المتعففة وذوي الأيتام والأرامل، وأكثرهم طبعا من ذوي المفقودين مفقودي الصقلاوية الذين تم اختطافهم على أيدي الميليشيات منذ أكثر من 5 سنوات. الحملة الثانية كانت في نفس اليوم في مجمع دور واطئة الكلفة في ناحية الحبانية، حيث يقطن هذا المجمع العائلات الناجحة من جبهة الصخر التي هجرت من منطقة جبهة الصخر منذ أكثر أيضا من 7 سنوات. وهذه هاتان الحملتان تأتي في سياق الحملات المتواصلة التي تقدمها المنظمة للعائلات الناجحة في مخيمات النزوح في مختلف المدن والمحافظات، وكذلك العائلات المتعففة وعائلات الأرامل والأيتام وسائر العائلات المحتاجة في مختلف هذه المدن والنواحي، حيث تشهد وجود للنازحين وكذلك عائلات الفقيرة التي هي من صنع عمل المنظمة. خلال فصل الشتاء كيف تتوقعون أن تكون احتياجات العائلات النازحة هناك؟ بالتأكيد ستكون هناك زيادة في حاجة هذه العائلات، والمنظمة مستمرة في تواصلها معهم ورصد هذه الحالات ورصد أيضا احتياجات. وهناك إن شاء الله لدينا يعني حملة قادمة ستستهدف المدارس النازحين في مخيمات النزوح، ويتم تجهيزهم إن شاء الله بما يحتاجونه من ملابس وغيرها، ونحن على أبواب الشتاء فهم بالتأكيد بحاجة إلى مثل هذا النوع من المساعدات. استمرار هذه الحملات دكتور، يعني إلى أي مدى بات ضروريا خلال هذه المرحلة؟ بالتأكيد هي يعني تقدم شيئا يمكن أن يسد بعض حاجة هذه العائلات في وقت يعني هناك ضعف ونقص كبير في تقديم هذه المساعدات، سواء على المستوى الحكومي من وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك على مستوى المنظمات الإغاثية غير الحكومية. هناك ضعف في الإقبال ونشاط ضعف في هذه الفترة السابقة، فهم بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى الوقوف معهم ومد يد العون المساعدة لهم في هذه الظروف المأساوية والإنسانية الصعبة التي يمرون بها في خلال هذه الأعوام التي مرت وما زالوا يعانون من مأساة الجزر. نعم، من الأنبار المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور عبد القادر محمد، شكرا جزيلا لك.